طبق رنجه حلو، انا احب الرنجه الصراحه بس ما فيهاش ملح، ومش يوميا طبعا اكيد حط قدامك تاكلها، لان الرنجه طبعا يعني مش صح الواحد ياكل رنجه كل يوم رنجه او ايا كانت التفاصيل من الحاجات المالحه دي. غلط لي طبعا للضغط، غلط للاملاح، غلط لحاجات كتير جدا مش صح. فلما بنجيبها تكون ما فيهاش ملح، وده مهم جدا. طيب هنعملها ازاي بقى؟ والله في ناس تحب تشويها على النار، وفي ناس تحب تعملها متقطعه، وفي ناس تحب تعملها مفرومه في النص كده مع بصل ومش عارف ايه. انا عايز النهارده اوديها في سكه تانية حلوه انا شخصيا بحبها جدا. ايه بقى السكه التانية دي يا شيف؟ هنشيل بس الجرنش الحلو ده، الدامونتين دول والرنجه الحلوه دي. هنبدا نعمل ايه بقى؟ نجيب عندنا كبه. بسم الله الرحمن الرحيم. كبه بخليها زي ما هي مقفوله. ماشي، هنجيب الاول البصلايه دي، نفرم البصل الاول عشان يعمل لي حبه ميه حلوين ويشغل معايا السكينه بتاعتي كده. ازعاج، شوف هنا احنا رايحين فين؟ شايف الخضار وريحته الحلوه؟ فلفل حار وبصل اخضر وفلفل رومي وبصلايه حمراء او بصلايه بيضاء. اهو انا الصراحه حاطط اثنين، بصلايه حمراء وبصلايه بيضاء. هتفرق في ايه؟ لا التست هيختلف. وبصلايه خضراء، يعني ثلاث انواع بصل. فتخيل طعم الرنجه عامل ازاي؟ بص الملامح عامله ازاي؟ طيب نرجع نعمل ايه تاني؟ زي ما احنا كده نشغل تاني الكبه تاني وننزل بالرنجه بقى واحده واحده. بطول عربية كده ليه؟ في ايه؟ طب يا تسنيم البتاعة دي باظت. بس خلاص ما تزعليش، كتر خيرك. يا إيه تسنيم؟ لا مش انت، هو انت اسمك تسنيم؟ ايوه غلطان طبعا، انا بكلم تسنيم بحاجة معينة. ها؟ أنا بكلم مع تسنيم حضرتك. أنا بكلم مع الإنسانة التانية مش معاك أنت. ما هي لا أنت، لا أنت الأول بترد باسمها ليه؟ أنا بكلمها عشان أقلع على موضوع كبة بيني وبينها قبل كده، فهي باظت خلاص يعني تمام. ماشي؟ بكرة بقى. أسبوع كتير يعني احنا تمام. طيب بص المنظر عامل إزاي بقى؟ كلام خلص. شايف؟ ليمون وخل وخضرة وبصل، حاجة يعني مزاج. أجيب بقى حاجة نغرف فيها على طول عشان دي مش مستنية أي حاجة. بص بقى نجيب عندنا، هنروق بقى الدنيا بقى. نجيب عندنا بصلية خضرة كده الأول هنا كده في أرضية الإيه؟ طبق الرنجة مع قرن فلفل حلو، ركز معايا وشوف الحاجات دي عشان تعلمها برضه دي. بصلاية.
بصلاية ثانية. كده اهو شايف عامل ايه في البصلية دي؟ روح عامل حاجة حلوة قوي في البصلية دي، شايف؟ بق خل كده عليها وتاتش كزبرة، جربه معلش. كده اهو جربه اللي انا بعمله ده معلش، مش هيخسر حاجة والله. وروح عامل كده في الأرضية كده. سنة شبت كلهم مع بعضين كده، شايف المنظر عامل ازاي؟ ده ذوقي انا يعني، محدش لو حدش حابب الحاجات دي يعني والله مش يعني محدش يشغل نفسه، بس انا بحب الحاجات دي تتعمل بالذوق اكتر والطريقه اللي الواحد يحسها اكتر مما نقعد نقول مقادير كتير على الحاجه. انزل بقى عندي بقى السلطه الطحينه الحلوه، مش سلطه رنجه، تحس ان سلطه بابا غنوج. شايف الملمح عامله ازاي؟ ما احنا برضو مش هنعمل طبق رنجة عادي يعني، ما هو مش عيب يعني، لازم الحاجة تتعمل كده فاهم؟ اه تاتش زيت زيتون حلو على الوش كده، واجي اروح اعمل كده ليمونة حلوة بالشكل ده كده اهو في البيت، تعملي احلى من 100 علاء اهو. شكرا. يجي في الاخر قرن فلفل حلو شياكة كده كده كده، واجي برضو في الاخر وراح مدلعها بتاتش شطه على الوش. حاضر عينيا الاثنين.